انت بتحب اكتر انهي نظام دايت؟ يعني في مثلا ناس ماشيين على الكالوريك اللي هم بيحسبوا كل السعرات, وفي ناس سالتيه على الموضوع ده قال لك ايه ده. بص اقول لك حاجه, ولا بتحب الحاجات الهرمون الابروتش؟ لا بص اقول لك حاجه, هيك كل الحاجات دي بتبقى مبنيه على سعرات حراريه داخله وخارجه. في حجز انت عامله ما بين الداخل واللي جسمك بيحرقه ان انت بتاكله عشان توصل لحاجه. انا بطبيعه شغلي انا لازم باكل نشويات كتير جدا, بحسب السعرات, بس مش بقى ماشي بميزان اكل. يعني انا بس بقول لهم برضو ان الناس بتصعب الدايت على نفسها, ان هي تقول لك ايه لازم تمشي بميزان اكل ومش لازم تمشي بميزان اكل. انا بميزان الاكل ده كان فتره في حته في حياتي في الاول, دي نوديها هناك اخليها لك خلاص. فبقول لك ان هي ففي الاول مثلا كنت بقعد اوزن اكلي كده. دلوقتي انا مثلا بعمل ايه, بعمل رز كتير, بعمل خضار كتير, بعمل بروتين كتير, سيبه في التلاجة علبة مقفولة. بطلع القصة دي وخلاص, بقى انا عارف البورشن بتاعتي في الغدا مثلا الكمية بتاعتي الرز قد كده, بلت يعني زادوا 50 جرام قالوا 50 جرام بقت بالنظر, فاهم قصدي؟ نفس القصة في حتة لحمة, عارف حتة لحمة حتة فراخ او حتة تونة او سمك او مش عارف ايه قد كذا, فبقيت خلاص بعرف اجيبها بالعين, فاهم قصدي؟ يعني انت مثلا بتقسم الطبق ازاي؟ تلت الطبق مثلا بروتين, يعني ايه اللي بتزود فيه؟ انا بص انا بتكلم دلوقتي كتير جدا مثلا, يعني انا باكل بروتين بس عشان بتتمرن. انا بتكلم للانسان اللي مش بيتمرن ومش عايز يبقى بادي بيلدينج, زي مثلا انسان غلبان, مواطن غلبان, كل واحد وطوله وسنه ووزنه على حسب مجهوده والكلام ده كله. بس احنا مثلا بنقول مثلا ان احنا نقطه البدايه ان احنا بنقول دايما ان انت تحسب على البروتين بتاعك, ان هو العنصر الاساسي في القصه, وهو اللي بيدي حتى اذا انت بتحاول تخس, هو اللي بيكبر بيتهضم في 8 ساعات مثلا. بروتين والكاربز بتتهضم في 3 4 ساعات وبيغذي العضلات. يس وبيغذي العضلات. بس فالاول من كده, فانا مثلا لو انا راجل بحاول ابني عضلات بقى جامد وكده, مثلا اكل من كل من جرام ونص بروتين ل 2 جرام بروتين في خلال اليوم لكل كيلوجرام في جسمي. فمثلا مثلا لسه انا 100 كيلو, فانا هاكل مثلا 150 جرام ل 200 جرام مثلا لو حابب ابني عضل. بس انا عادي بقى وعايز بلعب رياضه خفيف معيش حاجه صحيه, من جرام ل 2 ل 1.2 مثلا, من 1 ل 1.2 لجسمك كافي جدا. ده بيبقى البدايه. فدول تحسبهم مثلا لو سي مثلا احنا وصلنا اللي احنا قلنا مثلا ناكل 150, فدول في 4 اللي هو لان كل جرام فيه 4 سعرات حراريه, فدول 600 كالوري. بقيت بقى انت وانت بتاكل لو سي مثلا 1200 مثلا, ده اللي احنا وصلنا له بالحسابات, فال 600 التانيين تقسمهم يبقوا مثلا 30 يبقوا مثلا 600 الباقيين دول او 600 التانيين مثلا 600 الفاضلين مثلا هنقسمهم مثلا 400 كاربس و200 دهون صحيه. انت بتكلم واحد اساسا ساقط ماس, ساقط حساب اساسا. طب انا عايز اعمل 40 20 مثلا نقطه بدايه 40. ايوه عايز اسال ازاي برسنتج مثلا في الطبق, يعني مثلا مثلث ومثلث. احنا دايما بنقول مثلا لسي مثلا احنا بنقول نحاول نحط نص الطبق بروتين, ده الاساس, نص بروتين وثلث وربع وربع خضار او خضار بقى عامه. طب والبروتين ده معاه دهون ولا من غير دهون؟ ما هي بقى الفكره, انا مثلا باكل بروتين ما بسويش البروتين بتاعي بدهون او بسبراي او بعمل ايه, بجيب زيت الزيتون العادي وببل منديل ولا حتى الدهون اللي هي بتبقى مع اللحمه الستيك او كده. لا بحاول اكل يعني القطعيه تبقى ما فيهاش دهون, بس اذا خدت قطعيه فيها دهون بحاول اشيل الدهون براها وبسوي في زيت زيتون مثلا, بمسك ايه ببل منديل زيت زيتون وبمسح الطاسه بس يا دوب عشان ما تلزقش, لان هي دي اللي بتحدد معايا السعرات, اوفر السعرات للبروتين وللكاربس, لان كده كده الدهون هي دهون مهمه, بس هي مهمه في الدهون الصحيه, مهمه ان مثلا التفكير للحاجات دي وكده بتاع, فلازم برضو تدخل ان انت تدخل النسبه بتاعتها بالزبط. بس مشكله ان الناس بتفتح فيها فبقى مكسرات وزيت زيتون. احنا عاوزين نقلل سعرات, وعشان هيك هلا كمان رح ينزل شريط على الشاشه عندنا بكميه السعرات الموجوده بالبرجر بالتونه برجر اللي عملت شكل جن الصراحه. شكلها جدا بجد ان انا ادوقه, وانا ليا واحد ورند واحد, انت مش هتاكل. لا لا كده كده جاي وايه انا مش شايف, انا عامله قبل كده فما عنديش مشكله. انت خدت بالك ان احنا منتجنا نرمين اساسا؟ انت عايز معلقه؟ اه معلقه نحط بس بتروح عليه بتروح عليه بس ايه بالظبط اسمها ايه, الغايب ما قاله نايب. ايوه بالظبط. بس حاسس ان انتوا بتلككوا يا جماعه, الضغط كتير قوي, بس الحمد لله بس يقدر يطلع ساندوتش بس حلو بس. لا والله شكله يجنن حقيقي, انا متحمس له جدا. انا بحب التونه جدا, والتونه هي بتيجي معايا كده هو مراحل في حياتي, يعني مراحل كده ابقى واقع في غرام التونه وساعات ما بقاش طايقها ابعدي عني. بص اقول لك حاجه, بس هي لذيذه ان هي سهله, يعني دايما ان انت تطلع كان وتفتحها والكلام ده كله وتخلص على طول. صح.